إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. باب الشقة شباك على منور طرقة طويلة المطبخ اعمل له تقفيلة من تحت الصالة ده شارع خالد بن الوليد ده برضه الشباك الجانبي دي أوضة شباكها برضه مطلع من خالد بن الوليد تأخير الحمام حمام دي أوضة كمان طلع على ممر شايف شارع خالد بن الوليد الشقة كلها مطلة على شارع خالد بن الوليد ومتشطبة سوبر لوكس وبتتباع بالتكييفات بتاعتها وتقفيلة المطبخ